نحن من أمام المقر الانتخابي لجنة فرعية بأرض الكويت. طبعا كما تشاهدون أن هناك توافد من أبناء الجالية المصرية على إلقاء أصواتهم، وهذا عرس انتخابي ابتدى منذ أمس. كان هناك توافد من أعداد كبيرة من أبناء الجالية، ليس فقط في بداية الساعة 9 لكن توافدوا قبل الميعاد نصف ساعة كما حدث اليوم، وهذا دلالة على الوعي والحس الوطني والواجب الوطني لدى أبناء الجالية المصرية بالكويت، وحبهم الشديد إلى مصر، وأيضا تطلعهم لاستكمال مسيرة التنمية واختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة. كما تعلمون أن البلاد منطقة يحاط بها العديد من التحديات، بلاغة التعقيد تتطلب أن تكون هناك قيادة قادرة على عبور بمصر إلى بر الأمان، وبالتالي أبناء الجالية المصرية هنا هذا الحس الوطني هو الدافع لهم للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة. وبالتالي كما نيجي نتكلم عن المقر، المقر الانتخابي هنا تم اختياره بعناية وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وأيضا بالتنسيق مع المسؤولين هنا في الكويت تم اختيار المقر الانتخابي بأرض معرض دمشق، لأنه يتوسط جميع الأحياء التي يتواجد المصريين فيها بكثافة، وأيضا سهولة الوصول من خلال المواصلات العامة والمواصلات الخاصة بساحات كثيرة للانتظار، وبالتالي هو يعتبر مكان نموذجي كمقر انتخابي، وهو ايضا من سهل لتوافد المصريين اليه. كذلك لن يتاتى ذلك الا بالتعاون الكامل مع السلطات بالكويت، فنحن نشكر وزاره الخارجيه وايضا وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره الاتصالات الهلال الاحمر الكويتي على توفير كافه السبل لاجراء العمليه والاقتراع بمنتهى السلاسه لابناء الجاليه المصريه بالكويت. بالنسبه للاحصائيات اليوم الاول والثاني، هو طبعا في النهايه هناك اقبال دائما الابناء الجاليه المصريه يكونوا في صداره وطليعه الذين يدعون باصواتهم، وبالتالي ان شاء الله بعد انتهاء الفرز اللجنه الحقيقيه الوطنيه ستعلن كده، وانا واثق بالوعي وحب المصريين والمشاركه الايجابيه ان هم هيكونوا في طليعه وكثافه من يدعون باصواتهم خارج مصر. طبعا انا في هذه المناسبه اود طبعا ان اشكر كل وسائل الاعلام وخاصه طبعا الاهرام الذي طبعا يتواجد معنا منذ البدء حتى نهايه المرحله، وايضا لان كما تعلمون ان الاعلام بقى هي السلطه الرابعه، وبالتالي نحن نعول على الاعلام لايصال الرساله والحقيقه ما يحدث على ارض الواقع، وهو ده سينعكس بالايجاب ايضا على نقل الخبر الحقيقي وما تشاهدانه من اقبال المواطنين في الانتخابات. شكرا سيدي.